تغلي المعادن داويات في الثرى حتى تثور فيطفح البركان. كلنا فخر واعتزاز باللي عمله الشهيد البطل عدي التميمي. جنن الشباك وحطم عزيمتهم ورفع عزيمة الشعب الفلسطيني. يده اليسرى على جرحه واليد اليمنى يطلق بها الرصاص على العدو. عمل جبار مقاوم جريء لا يخاف الموت. عدي بحاكي شعب بأكمله ضحى الكثير وهو يثأر لدماء شهداء لكي يدافع عن الأقصى والمصرى وعن شعبه وأهله. نقول أيضا لمن خلفه ومن سار على دربه من قبل بأن المقاومة هي بركان يغلي في باطن الأرض سرعان ما يثور. أبى إلا أن يقاوم هذا المحتل حتى الرصاصة الأخيرة، حتى أنفاسه الأخيرة قاوم هذا المحتل بالسلاح البسيط، لم تبقى في مسدسه إلا رصاصة واحدة. عدي التميمي لقبوه بالمطارد العنيد بالسبع المنفرد لأنه يعني طارد 11 يوم، طارد عنيد، أسد، بطل، مغوار، حطم شوكتهم، رفع العزيمة في شعبنا الفلسطيني. وأنا مستعدة أقدم أولادي كلهم زي عدي فدا فلسطين، لأن فلسطين بتستاهل منا أكثر من هيك، كمان القدس بتستاهل منا برضو نعمل حاجات أكثر من هيك. قام بزعزعة الكيان وأمن الكيان لمدة 10 أيام وجعل الكيان الاحتلال بأمنياته العالية واستخباراته العالية يقوم خلال 10 أيام بكافة كل الوسائل والطرق للوصول إليه، لكن عجزوا. من الشهداء الذين رووا بدماءهم